السلام عليكم. اليوم رانا بصدد الحديث عن مركز محاربة السرطان بولاية يالت، واللي عرف تقدم الأشغال، يعني عرف التقدم كبير في هذه الأيام القليلة الماضية، وهذا شيء إيجابي يعزز يعني الإمكانيات الصحية نتاع ولاية يالت، وكذلك هذا المركز سوف يستفيد منه بعض الولايات الجنوبية والمجاورة لولاية يالت. وكما سبق وان قلت في مناسبات أخرى أنه فيه خريطة للمراكز تاع مكافحة السرطان، يعني كل المراكز هذه راهي أغلبها بسعة تاع 120 سرير، وهي تكفل يعني اكسكلوزيفمون يعني خاصة إلا بكل ما هو عنده علاقة بالأمراض نتاع السرطان، وهذا شيء إيجابي جدا. والخريطة هذه تشمل أغلب ولايات الوطن، فيه بعض المراكز اللي تم راهي قيد الإشغال، قيد يعني الاستغلال، تمت الأشغال بها مثل وهران، في ولاية وهران، وفي ولاية بلعباس، في ولاية تلمسان، في ولاية تيزي وزو، في ولاية عنابة كذلك. كل هذه المدن المراكز نتاع محاربة السرطان انتهت الأشغال بها وراهي تخدم. كذلك في ولاية أضرار فيها مركز لمحاربة السرطان. إذا كل هذه المراكز تمت الأشغال بها، وفيه بعض الأشغال بعض المراكز اللي راهي قيد الأشغال وراهي قريب الانتهاء منها، كما مركز هذا تاع تيارت، وكذلك كاين مراكز أخرى لا أتذكرها الآن، لكن فيه خريطة وهذا شيء إيجابي يعني كثير. وان شاء الله هذا تكون يعني الخدمات يعني خاصه الاجهزه، يعني الاجهزه تاع السرطان هي في الحقيقه الاجهزه هي راهي اخر طراز، يعني تاع يعني معقص المعدات الطبيه في اخر تكنولوجيات اللي راهي تمشي لهذه المراكز تاع محاربه السرطان. اذا تبقى قضيه العنصر الانساني، العنصر تاع الخدمات تاع التكوين، كذلك التكوين تاع الاطارات الشبه الطبيه والاطباء والاحتكاك مع التجارب الاخرى، يعني في بلدان اخرى لازم نجلب يعني البروتوكول، لان التمريض قضيه التمريض وقضيه المعالجه تاع الامراض هذه يدخل فيها تجارب ويدخل فيها دي بروتوكول تاع محاربه السرطان، يعني بالطرق مختلفة، في طرق كثيرة وفي طرق عصرية الآن. إن شاء الله يكون التكوين في المستوى باش تكفلوا بالمريض، يعني بالمريض الجزائري لو باسيون الجيريان، إن شاء الله تكون عند حسن ظن يعني الشعب الجزائري. والسلام عليكم.